رحت مكان ورجعت يبقى هز ايه؟ طب رحت ما رجعتش؟ واحد يقول لي مستر انا هنز، هربطها لك بطريقه حلوه قوي. جيت قلت لك البنت هاجر راحت امريكا، ولما راحت امريكا كن مثلا مش معاها الباسبور، لا اتهربت وراحت هناك. تعالى يا بنت ايه اللي جابك هنا؟ روحي على بلدي. قلت لهم ايه؟ انا عايز اعيش هنا ومش عارف ايه، مش روحي على بلدي. يعني هي كده راحت امريكا ورجعت، فطول ما هي راجعه عملت هزبن، فهي هزبن يبقى راحت ورجعت. تاني مره قلت لهم بقى راحت بنت ايه بقى ضحكت عليهم وراحت تاني اتهربت من غير باسبور ولا اي حاجه وراحت امريكا تاني. ايه ده انت تاني؟ طب تعالي. وراح مودينها السجن يا عيني. فهنا هزجن كده هنروح وايه ومش هنرجع. يبقى صلى على رسول. قلت لي جاست اوريدي وايفر ونيفر. جاست معناها حالا، بتساوي مين في الماضي بسيط؟ طيب اجو كل حاجه قايلك عليها ملحوظه. طب اوريدي معناها بالفعل. كل دول جاست اوريدي وايفر ونيفر بيجوا قبل التصريف ايه؟ خلي بالك معايا ان جاست ممكن تساوي اشورت تايم اجو في الباست سيمبل في الماضي الباء واوريدي يا مستر معناها بالفعل ممكن تيجي في اخر الجمله عشان تعبر على الان دهاش. طب وشاطر وايفر بتيجي في السو وفي الصفات، انا اخد ده بعد كده دي. ها طب ونيفر بتيجي فين؟ في النفي. نفي ايه؟ في النفي. طب شاطر ايه اللي عندي بعد كده؟ زنز وفور ويت. يت معناها ايه؟ حتى الان. هتاخدوها في يونت 5 بس اقولها لك بسرعه عشان برضو هنقولها باغنيه جميله جدا. يت معناها حتى الان بتيجي فين اخر الكلام. يت معناها حتى الان يت معناها حتى الان يت بتيجي اخر الكلام. يت بتيجي اخر الكلام نفي واستفهام في المضارع التالي. بس فهمت اسلام؟ الموضوع سهل خالص. تاني بقيت معناها ايه؟ حتى الان تيجي فين؟ اخر الكلام نفي وايه؟ واستفهام في المضارع ايه؟ التالي. فهمت يا؟ اسلام. الموضوع جايب صلى على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا استاذنا نجنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم طلاب حبايبي طلاب الصف الثالث الاعدادي في فيديو جديد من قناه مستر اشرف عابد. النهارده ان شاء الله هنشرح يونت 4. اللي ما شافش اي فيديو من يونت 1 لحد يونت 3 موجود عندي في بلاي ليست لثالثه اعدادي. خلاص لقي الصف الثالث الاعدادي في حاجه اسمها قائمه التشغيل. تابعوني برضو على جروب الفيس اسمه دروس انجليزي مجانا مع مستر اشرف وجروب الواتساب. بسرعه 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 الناس اللي معايا اليوتيوب تقولها يلا انا هسمع اهو ان شاء الله. ها تاني جاست اوريدي ايفر نيفر سينس فور يت ليتلي ريسنتلي ليتلي ريسنتلي سو فار اب تيل ناو ليتلي ريسنتلي مش ريت ليه ليه ليتلي ريسنتلي سو فار اب تيل ناو سو فار اب تيل ناو من الاول بقى. ها عسل قوي. صلى على الرسول. قلت لي جاست اوريدي وايفر ونيفر. جاست معناها حالا، بتساوي مين في الماضي بسيط؟ طيب اجو كل حاجه قايلك عليها ملحوظه. طب اوريدي معناها بالفعل. كل دول جاست اوريدي وايفر ونيفر بيجوا قبل التصريف ايه؟ تاني. خلي بالك معايا ان جاست ممكن تساوي اشورت تايم اجو في الباست سيمبل في الماضي الباء واوريدي يا مستر معناها بالفعل ممكن تيجي في اخر الجمله عشان تعبر على الان دهاش. طب وشاطر وايفر بتيجي في السو وفي الصفات، انا اخد ده بعد كده دي. ها طب ونيفر بتيجي فين؟ في النفي. نفي ايه؟ في النفي. طب شاطر ايه اللي عندي بعد كده؟ زنز وفور ويت. يت معناها ايه؟ حتى الان. هتاخدوها في يونت 5 بس اقولها لك بسرعه عشان برضو هنقولها باغنيه جميله جدا. يت معناها حتى الان بتيجي فين اخر الكلام. يت معناها حتى الان بتيجي فين اخر الكلام. يت معناها حتى الان يت معناها حتى الان يت بتيجي اخر الكلام. يت بتيجي اخر الكلام نفي واستفهام في المضارع التالي. بس فهمت اسلام؟ الموضوع سهل خالص. تاني بقيت معناها ايه؟ حتى الان تيجي فين؟ اخر الكلام نفي وايه؟ واستفهام في المضارع ايه؟ التالي. فهمت يا؟ اسلام. الموضوع جايب صلى على رسول الله. ايه الفرق بقى؟ ايه الفرق؟ What's the difference between since and for؟ الطالب هنا بيبدا يقول لك بقى انا مش عارف ايه الفرق بين since وفور. قال لي since يبقى ده اسم سنه. ماشي. او اسم شهر. شهر مثلا ايه؟ ماشي. اسم يوم Sunday Monday Tuesday. مش Tuesday Tuesday. ها شاطر. يبقى ده اسم سنه اسم شهر اسم يوم
اسم ساعة. ازاي؟ قال لي مثلا 2 o'clock. مستر فهمني سنس بتيجي امتى. سنس يا باشا بيجي بعديها starting البداية point نقطة البداية. سنس بيجي بعدها ايه؟ البداية. يعني ايه البداية؟ واحد يقول لي انا بذاكر من الساعة 2. سنس 2 o'clock. ما انت ممكن تكون خلصت 2:05 صح؟ ما انت مديني الايه؟ البداية ولا مديني المدة؟ لا اديني البداية. البنت جانا قلت لها مستر على فكرة انا عايشة هنا في الخصوص من 2010. انت كده قلت لي من معنى كده انت لسه عايش؟ انت قلت لي انت مشيت امتى؟ انت مديني البداية. فاهم ازاي؟ لكن لما تيجي سيادتك تقول لي يا مستر انا ذاكرت انجليزي لمدة 5 ساعات، انا كده عرفت الايه؟ المدة اللي ذاكرتها. فاهمين ولا لا؟ يبقى انا لما اكون عارف البداية بس يبقى اخد مين؟ سنس. فسنس مثلا 2010 شهر ماي صندي. قال لي بص معايا لاست ويك. يعني لاست ويك؟ لازم يجي بعدها مدة. الاسبوع الماضي. خلي بالك معايا سنس دايما بيجي بعدها ماضي بسيط. يجي بعدها ايه بالله؟ ماضي بسيط. بالله عليك بتفهمها؟ سنس بيجي بعدها ماضي ايه؟ بسيط. ماضي ايه؟ بسيط. سنس اي ووز يانج، عندما كنت صغيرا. طيب يجي معايا بقى بص هيز او ماي، اي صفه ملكيه؟ ها هيز مثلا بيرث يعني عيد ايه؟ ميلاد. ديس موتو. تشايلد هود طفولته. خلاص ذا بيجيننج. بيجيننج يعني ايه يا شباب؟ البدايه. دي اللي بيجي مع سنس. قال لي طب وفور؟ ركز معايا بقى، الله يبارك فيك يا بنتي، ركز معايا كده. فور يجي بعدها ايه؟ العدد بتاعها، المده كامله. يعني ايه؟ يعني مثلا لو جيت قلت لكم مين الشاطر اللي معايا كده؟ اي هاف مارد، انا اتجوزت سنس 2011 2011. مين الشاطر اللي يقول لي انا عايز احط نفس الجمله دي كده بس اقول فور؟ مين اللي يفكر لي؟ ده قلت لي سنس. لا 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 ركز معايا كده. سنس سنس يجي بعدها الايه؟ اسم السنه البدايه. اما فور يجي المده قد ايه كلها؟ طب المده انا ما اعرفش قد ايه. بص بص بيشغل دماغها، احنا في 2000 وكام؟ ولما اقول لسيادتك ان انا اتجوزت في 2011 يبقى انا كده متجوز بقى لي كام سنه؟ 10 سنين. يبقى تقول لي كده 14 years لمده 10 سنوات. كده عرفت المده كلها قد ايه. وصلت؟ يبقى سنس بدايه فور المده. فور المده الزمن متحدد يعني البدايه والنهايه بتاعته. طيب واحد يقول لي طب انا مش قادر احفظ. قال لي بص يا عم احفظ العدد. يعني ايه عدد؟ قال لي مثلا 5 سنين 5 years. بالله عليك هتركز كده. 3 شهور 3 months. طب شو هتقول لي؟ ها يوم واحد a day، ساعة واحدة an hour. طب هنا the last week. واحد يقول لي يا مستر انا اوايل بقى وعيش بقى. اوايل يعني برهة من الزمن. خلاص واحد يقول لي يا مستر طب انا عايز احفظهم ومش قادر افهم والدنيا صعبه وماشي. اقول لك بص يا زيد، لما تلاقي رقم وكلمه اخرها اس، الله اهو اهو، اعمل ايه؟ خد فور او اه وان وذا ذا لاست. تاني رقم كلمه اخرها اس، اه وان وذا، رقم كلمه اخرها اس، اه وان وذا. ده اختصار اللي موصل. لما الاقي دول اخد فور، غير كده اخد مين؟ سنس. يبقى انا جبت لك بالفهم، سنس يجي بعدها البدايه، فور يجي بعدها المده كامله. وبعد كده قلت لك احفظ برضو اسم سنه واسم شهر ويوم وساعه ومش عارف ايه وماضي بسيط. وبعد كده فور فينتهي. طب انا الدنيا ضاعت معايا، رقم وكلمه اخرها اس، يعني 5 years او a year او an hour او the last week مثلا. كده خد فور، غير كده خد ايه؟ سنس. مين اللي فاهم؟ كده وصلت؟ طيب تعالى بقى عشان نطبق على الكلام ده كله، بس قبل ما اطبق ركز معايا عشان جمله مهمه جدا جدا جدا. البنت هاجر قلت ان هي has been to America. وبعد كده برضه هاجر has gone to America. حد يعرف يقول في ما الفرق بين الجملتين دول؟ What's the difference between has been and has gone؟ قال لي has been و has gone معناها ايه؟ قال لي معناها راح مكان ورجع، والتاني راح مكان وما رجعش. تاني تاني رحت مكان ورجعت، يبقى has ايه؟ been. طب رحت ما رجعتش؟ has gone. واحد يقول لي مثلا انا هنسى، هربطها لك بطريقه حلوه قوي. جيت قلت لك البنت هاجر راحت امريكا،
ولما راحت امريكا كن مثلا مش معاها الباسبور، لا اتهربت وراحت هناك. تعالي يا بنت ايه اللي جابك هنا؟ روحي على بلدي. تقول ايه انا عايز اعيش هنا ومش عارف ايه مش روحي على بلدي. يعني هي كده راحت امريكا ورجع، فطول ما هي راجعه عملت هزبن، فهي هزبن يبقى راحت ورجعت. تاني مره تلاقيهم بقى راحت بنت ايه بقى ضحكت عليهم وراحت تاني اتهربت من غير باسبور ولا اي حاجه وراحت امريكا تاني. ايه ده انت تاني؟ طب تعالي. وراح مودينها السجن يا عيني. فهنا هزجن كده هنروح وايه ومش هنرجع. يبقى شاطر يبقى دي معناها ايه؟ دي معناها راح ورجع. راح مكانه ليه ورجع منه. طب هنا ذهب ومرجعش ومرجع ولم يعد. ايه العربي الجميل اللي انا بقوله ده؟ ذهب وعاد. وهنا ذهب ولم يعد. لما اسالك بقى يا روضه اقول لك ايه؟ مين يحل معايا الجمله دي؟ هاف يو ايفر، هل انت نقط تو اسوان، اختار بين ولا جنب؟ وركزي ركزي. اه بين ولا جن؟ ها بين ولا جن يا شباب؟ بين ولا جن؟ قال لي يا مستر ما انا بسالك دلوقتي وانت انت قاعده معايا بقول لك وانت رحت اسوان قبل كده يبقى اكيد يعني رحت وايه؟ ما انا بس انت مرزوعه قدامي اهو يبقى ايه؟ ما انت لو ما رجعتيش يبقى هسالك ازاي؟ ذكاء على الواتساب شطوره ما شاء الله عليك بس عباقره. احنا عباقره. طيب تعالى بقى بسرعه كده بسرعه بسرعه نحل الايه؟ نحل على الجزء اللي احنا بنشتغله ده. يلا بسرعه معايا بيج نمبر 159 بسرعه. نمبر 1 بيقول لي هاف يو ايفر، ماشي مالك ريز يور هاند وتقول لي ليه؟ اهم حاجه تقول لي ليه؟ بقول ليه؟ ها بس انا ميد عشان انا بدور على التصريف ايه؟ طب فين السبجكت هنا؟ يو. طب فين هنا تكوين البريزنت بيرفكت؟ هاف. يبقى ناقص لي باست بارتيسيبل تصريف ثالث فعل اخره دي او شاز. طيب طبعا فعل الريجولر ما ينفعش يبقى اخره اس ولا ساده ولا اي ان جي ولا الكلام ده. يعني ده ناس اللي مش حافظه خالص. وتاني هاف يو ايفر ريدن ا هورس، هل انت ركبت هورس؟ يس. نو اي هاف نيفر، لان انا هنا باجي بنفي الجمله. يس. يلا هاجر. هاني يا سبيس تنس ميني تايمز، اه لما اكون بعبر برضو عن مرات كتير بستخدم زمن مضارع التام ده خلي بالك معايا. يبقى هاز بلايد. يلا يا رقي. سامي سبيس هيز ارم ان ان اكسيدنت لاست ويك، ركزي معايا في لاست ويك بروك. ليه ده؟ عشان ماضي ايه ده؟ ماضي بسيط. ها روضه. ذيز كيتس الاطفال دي سبيس فيزيتد تصريف ثالث اهو، يبقى انا محتاج هاف او هاز. طب كيتس ده جمع يبقى انا عندي هاف. هافنت. عد الريرايت ده اتلغى. يلا يا جنى انزلي على الكوريكت. مستر صبري هاز بي بين. لما هاز هاف، اجيب الباست بارتيسيبل بقى يا اسماء. ها هاد. حاتم يلا يا ملك. حاتم حاتم ده سنجلر مفرد. يلا يا اسلام. اي هاف ليفد هير فور اي واز بورن، احنا اتفقنا ايه اللي بيجي بعدها؟ ماضي بسيط. سينس برضه. خلي بالك معايا بالله عليك. ملك has been friends with انجي، يعني كانت زميله انجي since they are. انا عايز اجيب الايه؟ عايز اجيب الماضي البسيط يبقى الماضي من ار وير. طيب ادي جمله للناس الشطار بس. بيقول لي هنا اي اسمعي بس كده have مثلا lived in Cairo space 2010. I lived in Cairo space 2010. اخد سينس ولا فور ولا ان؟ عايز في الاثنين دول اجابتين بسرعه. raise your hand raise your hand. انا كده انت رفعت ايدك. ها الاولى سينس والثانيه؟ الثانيه ايه؟ طب ليه؟ علشان ما فيش كده اي كلمه من اللي خدناها في البنك. بس 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 قال لي هنا مستر ده بريزنت بيرفكت الزمن ايه ده؟ فانا لازم اخد معاه سنس. طب ده ماضي ايه؟ يبقى اخد معاه ايه؟ فاكرين مش احنا قلنا ماضي بسيط يسر دي لاست اجو وان سنس ان واي سنه؟ في الماضي. طب انا يبقى انا عندي سنس وعندي ان بيجي بعدهم اسم سنه خلاص، ولكن سنس مع المضارع التام وان مع الماضي الايه؟ البسيط. وصلت يا شباب؟ طيب مين اشتغل معايا الجمله دي؟ نفس الكلام ماشي. I was born و I was born
وهنضيف مع الكلمات دي وين. مين يختار معي؟ طالب الشاطر. I have lived in Cairo space I was born. I lived in Cairo space I was born. الأولى سنس. شطورة أسماء ما شاء الله عليك. والتانية طب قول لي ليه بقى؟ قال لي بص مش احنا هنا سنس بيجي بعدها ماضي ايه؟ ماضي بسيط. قال لي طيب طب وين ما بيجي بعدها ماضي بسيط؟ قال لي طب ليه انت خدت هنا سنس وين وين؟ سنس قلنا في زمن المضارع الايه؟ التام. وين بتيجي في الماضي الايه؟ البسيط. وصلت؟ اه حلوة. طب يلا نمبر 1 ولا كام؟ ماشي. هاز هي عايز تصريف تالي بسرعة. فينيشد. يس. يلا يا شيماء. Have you ever شيماء have you ever spaced to Giza بسرعة؟ هل انت رحت الجيزة؟ اكيد رحت ورجعت يا بين. يلا بسنت. هاز لينا ايفر عشان بتيجي فين؟ في السؤال. يلا يا هاجر. Have you ever been to. يلا يا رقية. How long كامل ايه؟ مدة. ها يلا اسلام تخانق معايا رجاء اسلام. We have waited for the bus 2 hours. رقم وكلمة آخرها إيه؟ سو. وعرفت المدة فور. شاطر إسلام. ها ملك. Last year. Since. Since ده مادة علوم يا حاج. ها أسماء. Being married. دي تصريف ثالث. يلا يا جنة. How long? Have. يلا بتروح على correct. يلا صف على جنبها. ها. يلا. Your parents والديك have lived here for 2008. ها. سنس عشان بيجي بعدها اسم سنة. ها بعد كده how long have you moving يا شيماء. انا عايز الباست بارتيسيبل اللي هي التصريف الثالث من موف. ده فعل ريجولر منتظم يبقى ايه؟ moved. ها بعد كده شباب بيقول لي هنا have you never. ليه تيجي في السؤال؟ طيب فادي has had a headache for an hour لمدة ايه؟ ساعة. شطار جدا ما شاء الله عليك. بعد كده الديالوج برضو على المضارع التام ركز بقى فيه كويس قوي. بيقول لي هاو لونج هاف يو ليفد. الديالوج ده في الستودنتس بوك يا شباب الناس اللي متابعينها هتلاقيه في كل كتب خارجيه خلاص. فبيقول لي انا هاو لونج هاف يو ليفد ان ذيس هاوس. ايه المده اللي انت قاعد هنا في البيت ده؟ مين ده؟ تاليا بتكلم الجراند فادر. يا سوري جراند ماذر. تاليا بتكلم جد ستها. بتقول لها انت قعدت قد ايه هنا؟ عايشه قد ايه من امتى في البيت ده؟ فقالت لها ايه؟ I have lived here since. انا عايش هنا منذ. وهتقول جمله بقى او هتقول رقم اعرف منين؟ ما اعرفش احلها غير المره اللي تحتها. بص اللي تحتها تلاقي ايه؟ How long وكم المده have you been married اللي اتجوزتيها؟ يبقى هي قالت لهم ايه فوق؟ ايوه هي بتقول انت عايشه قد ايه هنا يا تيتا؟ هتقول لها منذ ان تزوجت من جدك. ها يبقى نمبر 1 هتقول ايه؟ سينس اي ماريد. او خليها اتجوزت تزوجت يبقى خليها باسيف. اي ووز ماريد تو ها يور جراند فادر. من ساعه ما اتجوزت مين؟ جدك. هي سنس موجودة خلي بالكوا. How long have you been married؟ اتجوزت بقالك قد ايه؟ هتلاقي هنا 50 years. طب بلاش الإجابة المختصرة ما تقول احنا اتجوزنا لمدة كذا يبقى نفس الجملة يبقى we have ها been صح كده؟ married for وهي موجودة عندك 50 years. Number 3 بسرعة. How long have you known each other؟ عارفين بعض بقالكوا قد ايه يا تيتا؟ بدي تسال اسئله رخمه قوي. فده النقط عندما كنا في الجامعه يبقى احنا عارفين بعض يبقى وي هاف نون اتش اذر سينس. ليه قلت سينس؟ عشان كده بعدها ماضي بقى بسيط. سال سؤال. يس اي هاف براكتسد ماي هوبي بمارس هوايتي يبقى هاف يو ها ايفر براكتسد هوبي مارست هواية قبل كده. نمبر 5 فقالت يور مام والدتك اند داد هاف ليفد ان ذات هاوس عايشين في البيت ده من 2008. يبقى برضه نفس السؤال اللي كان الاولاني هاو ايه؟ هاو لونج الاول كام المده؟ هاف ماي مام كام المده اللي فيها امي؟ اند داد ليفد ان ذات هاوس في هذا الايه؟ قلبي. معايا يا شباب؟ طيب ايه السيتويشنز برضو اتلغى. بعد كده عندي ليسن 3 و 4
بالنسبه للجرامر ما هنقرا الكلمات دلوقتي بس هنخلص بس بالنسبه للجرامر بيتكلم برضو على الفاست سيمبل الماضي البسيط اللي انا شرحته من شويه خلاص لو ركزت معايا اول نمبر في صفحه 172 بسرعه بسرعه سبيس هاف يو بين ا تيشر ها شباب سبيس هاف يو بين ا تيشر عايز اقول كام المده اللي فيها مدرس هاو لونج سبيس 172 172 Yes, we space the library in Alexandria. Visited. The past simple. شاطر يا جن. مين يرفع ايده بسرعة عشان معي. I love chess. بحب الشيس. So I space joined. هنا في تصريف تالت هو بس أنا. يبقى عايز have away. أو has. يبقى have. مون نرفع ايدينا لو سمحت. I visited Lasur 10 years ago. I haven't visited it. أنا ما زرتهاش. عايز أقول منذ ذلك الحين. يبقى ركز معايا إن سنس يجي بعدها إيه؟ سنس زن خليك معايا الجمله دي منذ ذلك الحين سنس يبقى سنس زن خلي بالكم معايا ان برضو في عندك جدول لامم كل سنس وفور هنا برضو ماي سيستر سبيس تو نيو لانجويجز سنس في سنس طالما في سنس يبقى انا هدور على مين يا روضه على عفواز ويبقى ايه باست بارتيسيبل يبقى هاز ليرند شطار خش على الكوريكت يلا بسنت وي هافنت فيزيتد سوريا ما زرناش سوريا سينس اي ام انت قلت لي سينس يجي بعدها باست سيمبل يبقى سينس اي ها ويلز هاف يو ايفر يبقى ناقص لي الباست بارتيسيبل بقى يا هاجر موفد اكسلنت رقيه لاست ويك ده هنا عايز ايه باست سيمبل ولا بريزنت بيرفكت عايز باست ايه ليه بقى لاست ويك يبقى باست ايه باست سيمبل يبقى اي وينت My parents يا روضة والدي get married in خلي بالك معايا بقى in 2000 in يبقى عايز past simple ولا عايز present perfect past simple excellent يبقى انا هاخد ايه got yes thank you when I was a baby لما كنت baby my parents moves جنة moved excellent الجزء اللي تحت ده homework اللي هو قلت choice وcorrect بس يا شباب شطار قوي كده على فكره يعتبر الوحده عندي ما فيهاش جرامر تاني خلصت يا دوب في بقى اللانجوج فانكشنز شويه حاجات يعني لا تذكر بسيطه خالص كده يا شباب اشوفكم على خير المره الجايه ان شاء الله ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في ناس كتير اتضح القناه فيها مشاهدات كتير ولكن ما فيهاش مشتركين كتير ففي ناس بتشاهد بس ولكن مش بتشترك انت لما تشترك وتفعل الجرس تخليه على الاول على الكل اي فيديو انا بنزله بيبعت لك اشعار فانت كده مش بيقع منك اي فيديو ان شاء الله كده احنا شرحنا من يونت 1 لحد يونت 4 اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته